الآن مع كلمة معالي المستشار منصور نياس مستشار الرئيس السنغالي لشؤون الدينية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة الوزراء، أصحاب الفضيلة، العلماء، صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء العالمية، صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، ذي الكنانة تفخر، ذا نيلها ورئيسها والأزهر، وبها رؤى العلماء جامعة فتسجد عندها الدنيا وتزهو الأعصر. أيها الإخوة الكرام، إن مجرد دخول مصر هو لقاء بالتاريخ وتبتل في محراب الحضارة ونهل من معين الإنسانية، فما بالكم إن كان الجمع خيرة علماء وفقهاء الأمة، والداعي هو الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء العالمية، والمكان أحضان الأزهر الشريف، والموضوع همًا من هموم الأمة، له دور مباشر في وحدتها وتسيير خلافاتها وتآلفها. فما أعظمها من مناسبة، وما أعظمه من حمل وأمانة ملقاة على أعناق جمعنا الكريم هذا. فالخلاف أيها الإخوة الأفاضل سنة كونية وضرورة بشرية وحكمة إلهية. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريزة، علمنا كيف نختلف وكيف نسير خلافاتنا واختلافاتنا. فالخلل كل الخلل والخطر كل الخطر هو في جعل الخلاف عامل تفرقة وتنافر وتناحر. فلا بد للأمة من تسيير خلافاتها تسييرا حضاريا وجعلها في إطارها الصحيح، تسابقا إلى الأصلح واجتهادا في الأفضل، لتكون بالإنصاف والفهم السليم عامل ألفة ورافع محبة وقوة وإخاء. لذلك فإن تنظيم هذا المؤتمر العظيم واختيار هذا الموضوع الهام هو إنجاز من أهم إنجازات الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء في العالم، فالله يجزيها خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأخينا الفاضل الأمين العام الأستاذ دكتور شوقي علام. منا أسمى آيات الشكر والتقدير على هذه المبادرات الموفقة والاختيارات الرائعة التي تصب في صميم اهتمامات الأمة وصلب مصلحتها. ولا زال الأزهر الشريف كما كان عبر التاريخ طليئة الأمة وعاكسا لاهتماماتها وهمومها فكرا وتوجيها وتأطيرا. ولتعلو مصر رائدة الأمة وقلبها النابض في ظل القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية النيرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، الذي نستظل برعايته السامية الوارفة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.